عن ايه؟ عن الفرق. ايام الامتحانات ممكن التلميذ يقع في القلق، يقلق يا ترى الامتحانات هتيجي سهلة هتيجي صعبة، مباشرة غير مباشرة، اقدر اجاوب ما اقدرش اجاوب، اجيب مجموع ما اجيبش مجموع، فتلاقيه يقع في القلق لهذا الامر. لكن ليس كل الطلبة، فالطالب الواثق من نفسه واللي مستعد كويس واللي مراجع مرة ومرتين وتلاتة مش ممكن أبدا يقع في القلق. غالبية القلق بيكون من ضمن أسبابه عدم الثقة بالنفس. هنجيب له مثال كده، مثلا الخطوبة بالنسبة للبنت، تيجي للسن معينة اللي ممكن تتخطب فيه ومحدش جه، وبعدين يطول السن تاني وبرضه محدش جه، وتبتدي تشعر بالقلق ان هل هيجي حد يخطبها ولا ما يجيش، ولا عمرها يزيد خالص وتفضل زي ما هي كده، ولما يجي هيجي امتى ومين اللي هيجي، وهل هيكون كويس ولا وحش، وان جه هتعجبه ولا ما تعجبوش، ويكمل الخطوبة ولا ما يكملش. كلها حاجات تيجي في القلق. انا فاكر زمان سنة 63 جات بنت يعني بتاخد ارشاد، بتقول لي جه واحد ومشي يخطبها يعني، ومشي من غير ما يخطبها، وجه التاني وبرضه مشي من غير ما يخطبها، وجه التالت ومشي بدون ما يخطبها، وجاي الرابع بتقول لي انا تعبانه جدا ومش عايزه اقابله ونفسيتي تعبانه وخايفه لا يجي ويمشي هو الاخر ويكون موقفي ايه. قلت لها يا بنتي ما انت لو قابلتيه وانت بالنفسيه التعبانه دي هيرفضك، خليك مفرفشه كده وكويس، لكن القلق مش مخليها مفرفشه. القلق كثيرا ما ياتي بالكآبه، يعني من ضمن نتائجه الكآبه. حتى افرض بنت تمت خطوبتها، ساعات تكون عايشه في قلق، علاقتها بخطيبها يكون ازاي؟ بتمنح ام تمنع؟ واذا اظهرت له عواطفها ومشيت معاه جايز يشك فيه، واذا ما اظهرتلوش عواطف جايز يقول دي ما بتحبنيش فبلاش اخد، تلاقي نوع من القلق برضه. ساعات القلق بيجي بسبب الامور غير الواضحه اللي مش عارف الواحد يعمل فيها ايه. وحتى بعد ما تتجوز جايز تقلق، يا ترى هيجيني عيال ولا ما يجينيش عيال، ادي اول شهر مر وما فيش عيال، وتاني شهر مر، واول سنه مرت وما فيش عيال، وتبتدي تقلق هيجي لها اولاد ولا ما يجيلهاش، وان جه هيجي واد ولا بنت، وخصوصا اذا كان زوجها الصعيدي ويحب الولاد، ولو جت بنت يعاكدن عليه، فتبقى عايشه في قلق.